اهو. عايز اوريك بس الحركه اللي هو بيعملها بالظبط. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير دايما يا رب. ان شاء الله النهارده فيديو جديد من الفيديوهات المهمه جدا جدا جدا. هنشوف في حاله من اغرب الحالات اللي ممكن تقابلها في تربيه الحمام، حاله مرضيه في فرد حمام نفاخ زغلول. وللاسف يا جماعه الحاله ديت بيتم تشخيصها غلط بنسبه 90%. تمام كده؟ بس الحمد لله بفضل الله يعني الخبره بتحكم هنا شويه ان انت تقدر تعرف الحاله دي سببها ايه عشان ما تقعش في الغلط اللي كل الناس بتقع فيه. تعالوا نشوف مع بعض كده ايه هي الحاله اللي معانا النهارده. هنخش كده نفتح. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا دي سلاكه فيها مجموعه زغاليل ما شاء الله، فيهم ما شاء الله اربع حتت نفختهم، منهم ثلاث حتت ريتشات وحته زرقاء، وفي حته ورا هناك هي زاجل حمراء كده. تمام كده؟ طيب فين الحاله اللي معانا النهارده؟ الحاله اللي معانا يا جماعه هو الفرد الحمام الازرق اللي عوج دماغه هناك ده. هوريهولك دلوقتي وهوريك ايه الحركه اللي هو بيعملها بالظبط عشان تبقى فاهم انا قصدي من الفيديو دوت، وعشان اوصل لك المعلومه تمام بما يرضي الله. بص معايا فرد الحمام اهو، بص كده، بص بيقلب دماغه تحت وبيلف حوالين نفسه، عوج دماغه على جنب اهو. تمام؟ اهو بص كده. انت هتقول لي ايه ده فرد حمام عنده ايه؟ انا عارف انت هتقول ايه، فرد حمام عنده روشه، صح كده؟ و90% من غوات الحمام لو وريتهم فرد الحمام دوت هيقول لك ده فرد الحمام عنده روشه، لدرجه ان في ناس هتبقى متعصبه كمان، يعني هو ايه يقول لك ده عنده روشه، انت تقول له لا يا عم ده مش روشه، ويقول لك ايه هو انت مش فاهم حاجه، دي روشه 100%. طيب فرد الحمام ده يا جماعه ما عندوش روشه. فرد الحمام ده كان عنده برد من حوالي اسبوع او 10 ايام. تمام كده؟ والبرد اتمكن منه لدرجه ان هو ودنه كانت بتجيب ميه. طبعا انا كنت مسافر ورجعت لقيت فرد الحمام ده تعبان، فاللي كانوا مكاني هنا بياكلوا الحمام ويشربوا الحمام والدي ووالدتي، فهم ما بيعرفوش يتعاملوا مع ايه الحالات المرضيه، فكانوا بيحطوا ميه وياكلوا خلاص ايه على كده. فانا لما رجعت لقيت فرد الحمام عنده برد ومتمكن منه جامد ودانه بيجيب ميه. بص ودنه هنا اهي، تمام ودنه اللي الناحيه دي هتلاقي ايه حواليها فاضيه اهو، مفيش ريش. تمام؟ كان في التهابات في ودنه هنا، وانا لما جيت بدات معاه بالمضاد الحيوي علاج وشلت له الريش اللي كان حوالين ودنه عشان كان ملزق في ماده صفراء كده لزجه كانت ماسكه زي شمع الودن كده، كانت ماسكه في الريش ومبهدله الريش خالص. طيب فرد الحمام دوت حصل له التهابات في ودانه عملت له مشكله في الاعصاب، خلت فرد الحمام ده بيقلب دماغه تحتيه يا جماعه كانه عنده روشه. فبص كده فرد الحمام مثلا ايه اهو، عايز اوريك بس الحركه اللي هو بيعملها بالظبط، هي نفس الروشه اهي. بص كده اهي نفس الروشه بالظبط. يعني الفرق ما بينها وما بين الروشه ان انت تبقى عندك خبره بس، او عارف سبب الحاله ايه، عارف سبب الحاله ايه، عشان دي مش اول مره تقابلني حاله شبه دي يا جماعه. فممكن 90% من الناس يفكروا ان هي روشه ويتعاملوا مع فرد الحمام على اساس ان هو مروش. تمام كده؟ ففرد الحمام ده يا جماعه سليم مش مروش، بس المشكله اللي عنده مشكله في الاعصاب بسبب الالتهابات اللي كانت في ودنه بسبب البرد، عملت له مشكله ممكن في الاذن، عملت له اثرت على مشكله في الدماغ في الاعصاب. تمام اهو بص قلب دماغه تحت ازاي. تمام اثرت على دماغه وعلى اعصابه فعملت له حاله شبه الروشه بالظبط، بس دي مش روشه يا جماعه. الروشه فيروس اسمه فيروس نيوكاسل. تمام مرض فيروسي بيصيب الجهاز العصبي. تمام بس مرض معدي وشرس جدا. الروشه مرض معدي وشرس جدا. طب فرد الحمام ده هنا مع دولت بقاله كتير، يعني من هم زغاليل محطوطين مع بعض هنا بقالهم مثلا يجي شهر ولا حاجه. تمام فلو ده عنده روشه يا جماعه كان عاده اللي حواليه، كان عاده بقيه الحمام ده. تمام فطبعا زي ما احنا شايفين ما شاء الله الحمام سليم اهو ما فيهوش اي مشكله، بس لو فرد الحمام ده كان في روشه كان هيعديهم. تمام كده يا جماعه؟ كان هيعدي الحمام اللي حواليه. بس الحمد لله بفضل الله الحاله اللي فيه مش روشه، دي يا جماعه التهاب في الاذن عمل له مشكله في الدماغ وفي الاعصاب، فخلى فرد الحمام يعوج دماغه اهو، وعوج دماغه تمام بسبب الناحيه اللي كان فيها الالتهابات. تمام كده؟ بسبب الناحيه اللي كان فيها المشكله. اهو بص بيقلب دماغه تحت ازاي؟ ففرد الحمام ده ممكن يرجع تاني طبيعي، ممكن يرجع تاني طبيعي مع الوقت، يبدا ان هو يتزن تاني وترجع دماغه تتعدل تاني ويبقى فرد حمام طبيعي، وممكن يفضل زي ما هو، ممكن ما يتعالجش ويفضل زي ما هو. بس الفكره كلها اللي انا عامل لك الفيديو عنها النهارده ان انا اعرفك ان في حالات ممكن تكون انت
بتشوفها تقول عليها مثلا مرض معين وهي مش نفس المرض ده، يكون الامر بيختلط عليك بسبب اهو. بص بياكل وبيشرب، رايح على المسقه بيشرب اهو، ولو حطينا له الاكله بياكل 10 على 10. بص بيقلب دماغه تحته تمام وبيعدلها تاني. بس ده والله يا جماعه مش روشه، انا بقول لك اهو ده مش روشه. بص كده بيقلب دماغه تحته، بس دي مش روشه تمام. الروشه انا عارف الروشه بتعامل معاها، الروشه مرض فيروسي معدي من اشرس مما تتخيل، يعني هيعدي الحمام اللي معاه في السلاكه وهيعدي الحمام اللي جنبه وهيعدي المكان كله، اعوذ بالله. يعني لو المرض ده روشه ما بيستناش خلال ايام، ما بيكملش 5 ايام ولا 7 ايام بيكون ضرب المكان بنسبه كبيره جدا. تمام كده. طيب الحاله دي قابلتني برضو قبل كده يا جماعه في حمامه فيينا زي دي. بص كده حمامه فيينا زي الحمام ده. كان في عندي انتهى فيينا من فتره طويله كده، كان عندها عين عوره تمام، كان عندها عين عوره كانت مضروبه في عينيها دي وهي زغلوله صغيره تمام، والعين دي اتصفت. يعني انا جايبها كده جايبها عينيها متصفيه، عندها عين سليمه وعين متصفيه، كان الحمام ضاربها وصفى لها عينيها. فالعين اللي كانت متصفيه دي يا جماعه الحمامه ما كانتش بتشوف بيها خالص، وكانت متعايشه عادي وبتاكل وبتشرب وبتشتغل وبتنتج وكل حاجه، وهي عينيها عوره تمام. بس بعد فتره حصل عندها التهابات في العين العوره دي، يعني مكان العين المتصفيه خلاص بقى ده مش مكان طبيعي، هو مش مكان ان هو يبقى طبيعي فاضي، فحصل فيه مثلا تلوث او حاجه فعمل لها التهابات في العين المتصفيه. الالتهابات دي اثرت على الدماغ واثرت على الاعصاب، فحصل عندي نفس الحاله بالظبط اللي احنا لسه شايفينها، ان الحمامه بدات تقلب دماغها تحتيها وتتشقلب كمان في السلاكه، قلبه دماغها تحتيها من ناحيه العين العوره تمام، وبدات ان هي تقع في الارض في السلاكه وتقعد تتدحرج في الارض كده وتتشقلب كانها بتموت. فدي يا جماعه كانت برضو حاله بسبب التهاب في الدماغ وفي الاعصاب، عمل لها مشكله عدم اتزان والتواء للرقبه وبتاع زي الروشه بالظبط، بس هي برضو ما كانتش روشه تمام. والاكيد اللي اكد ان هي ما كانتش روشه ان الحمامه بعد كده ما ظهرش حاجه تاني بعديها في نفس الفتره، يعني الكلام ده من حوالي سنه، خلال الفتره دي كلها ما ظهرش حاجه فيها نفس المشكله. فهي المشكله يا جماعه كانت بسبب ايه؟ بسبب العين، بسبب عينيها تمام. فاحيانا برضو عشان تبقى فاهم، احيانا في حمام ممكن تديله علاج يعمل معاه برضو نفس المشكله دي، حاله شبه الفرد ده او شبه ايه الروشه بالظبط، اللي هو ان انت تستخدم مثلا الفلاجيل بجرعه زياده. الفلاجيل بجرعه زياده برضو لو جربت قبل كده ان انت تدي الحمام فلاجيل بجرعه زياده، يعني تدي مثلا زغلول 2 3 سنتي لمده 2 3 يومين، هتلاقي الحمام جاله عدم اتزان وبدا ان هو ايه يقلب رقبته تحتيه وبدا ان هو يمشي يتهز ويقع والكلام ده كله. فدي حاله برضو حاله عصبيه بتيجي بسبب الدواء يا جماعه، زي ايه؟ زي تسمم كده او مشكله في الاعصاب بسبب الدواء، عدم اتزان بسبب الدواء اللي هو خده. اللي انا عايز اوصله لك من الفيديو دوت، حاول ان انت دايما ما تستعجلش في الحكم على الحاله، وحاول ان انت تبص للحاله من كل الاتجاهات. يعني مثلا عندك فرد حمام فيه مشكله معينه او مرض معين، خلاص اربط المرض دوت بالاعراض اللي ظهر عليه او بالاسباب اللي كانت محيطه بفرد الحمام قبليها. فرد الحمام فيه اسهالات، فيه ميه، فيه اسهال ميه، يعني فرد الحمام بيسهل ميه، ما بياكلش كويس، فيه خمول تمام كده، بدا ان هو يجي له عدم اتزان، خلاص يبقى ده ممكن يكون روشه. مع الوقت زادت الحاله وظهر حاله تانية، خلاص دي روشه 100%. انما فرد الحمام مثلا عنده برد، عنده مشكله في الاعصاب، عنده حاجه عينه بايظه زي ما قلنا كده، فرد الحمام خد دواء معين بجرعه كبيره بعد كده لقيت فيه عرض عدم اتزان، يبقى ده تاثير المشكله اللي كانت فيه او تاثير الدواء اللي هو خده، انما دي ما بتكونش روشه يا جماعه تمام كده. عشان ما تقلقش نفسك وتخض نفسك خضه كبيره على الفاضي، فانا من اول يوم شفت فيها فرد الحمام ده عرفت ان فرد الحمام ده في قلب الدماغ او عدم اتزان بسبب المشكله اللي كانت في ودانه. تمام كده يا جماعه. فده كان فيديو النهارده، يا رب نكون فهمنا المعلومه اللي انا عايز اوصلها لك من الفيديو، وتكون وصلت لنا بالشكل السهل المبسط اللي احنا اتعودنا عليه. ما تنساش لو عجبك الفيديو اعمل لايك على الفيديو، واعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس عشان يجي لك اشعار باي فيديو بينزل على قناه جديد، وكمان ما تنساش تعمل مشاركه للفيديو عشان توصل الفيديو لكل الناس. ولو عندك اي استفسار او محتاج موضوع نتكلم فيه اكتبه لي في التعليقات تحت الفيديو، وان شاء الله اجهز لك الموضوع انزله لك على القناه في اقرب وقت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخوكم ابو مريم التونسي.